الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة يوم أمس الأحد حملة التطعيم لطلبة المدارس في جميع محافظات الأردن للفئة المستهدفة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، والبالغ عددهم 972,440 طالب وطالبة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع وأيضا استعدادات الوزارة بخصوص الفصل الدراسي الثاني وأبرز التغييرات التي ستحدث على البروتوكول الصحي، يسعدنا ببرنامج مروحين أنه يكون معنا عطوفة الدكتور أحمد المساعفة الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. أستاذ أحمد أهلا وسهلا. مساء الخير ست يارا، يا هلا. دكتور، يعني كيف تسير حملة التطعيم وكم إجمالي عدد الطلبة اللي تلقوا اللقاح لحد الآن من الفئة المستهدفة؟ بداية مساء الخير ست يارا إليك ولجميع القائمين على إعداد هذا البرنامج الجميل في راديو هلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه أمطار الخير تكون سقيا رحمة يا رب العالمين. أمين. سيدتي، إحنا دائما بوزارة التربية والتعليم نستند ونحتكم إلى الرأي الطبي. الرأي الطبي يقول بأنه تناول اللقاحات يساهم إسهاما كبيرا في الحد من إصابات كورونا. إحنا التقطنا هذه الرسالة في وزارة التربية والتعليم، و بدأ الميدان التربوي قبل فترة بإطلاق حملة لتطعيم الطلبة من عمر 12 سنة فما فوق. تعرفي أنه تطعيم هذه الفئة ليس إجباريا، وإنما هو يجب أن يكون بموافقة ولي الأمر. بدأنا في عدة مديريات قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول. إجت الامتحانات وامتحانات التوجيهي، توقفنا بعض الشيء. أمس بدأنا باستئناف هذه الحملات في جميع مديريات التربية والتعليم، يعني كل مديرية التربية والتعليم. طبعا احنا عندنا 42 مديرية التربية والتعليم منتشرة في جميع محافظات المملكة. كل مديرية التربية والتعليم تقوم بإعداد برنامج يبين أسماء المدارس وتواريخ أخذ اللقاح. الصحيح يعني أمس تقريبا 1500 طالب في مختلف مراكز التطعيم. الآن أصبح العدد الإجمالي تقريبا 174,000 طالب وطالبة تناولوا الجرعة الأولى، وهذا ما يشكل نسبته تقريبا 18% من الفئة المستهدفة. يعني أنا بالذات اليوم وديت أولادي صف تاسع وصف ثامن إلى مركز تطعيم في مديرية تربية لواء ناعور وتناولوا اللقاح، والحمد لله الأمور يعني طيبة. إحنا بدأنا تربية التعليم الله يسلمك، نشجع وعملنا كل شيء من أجل أنه نشجع أولياء الأمور على تلقي أبنائهم للمطاعيم من خلال موقعنا على الفيسبوك، من خلال كتب رسمية، من خلال لقاءات المسؤولين عبر الإذاعات وقنوات التلفزيون، حتى إن شاء الله أنه تصل نسبة أعداد الطلبة الذين تلقوا اللقاح إلى أكبر ما يمكن إن شاء الله تحقق. إن شاء الله. طب ما هي أبرز استعدادات الوزارة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني؟ أبرز التعديلات اللي راح تكون على البروتوكول الصحي من حيث مثلا مدة الحصة الدراسية، الأنشطة المدرسية، المقصف المدرسي أيضا؟ أشكرك ست يارا على السؤال المهم. طبعا احنا بتعرفي انه تم تأجيل بداية الفصل الدراسي للصفوف من الروضة الى الصف الحادي عشر الى 20/2، والصف التوجيهي يبدأ في 1/2. طبعا احنا في عنا بروتوكول صحي يحكم التعامل مع الوباء، طبقناه في الفصول السابقة. احنا الان للفصل الدراسي الثاني طورنا هذا البروتوكول. من ابرز ملامح التطوير اولا اللي هو مدة العزل، يعني كان في الفصل الدراسي الاول الطالب المصاب او المعلم المصاب او الادارة المصاب اذا ظهرت عليه اعراض 13 يوم يعطل، واذا لم تظهر عليه اعراض 10 ايام. الان خفضنا هذه المدة حسب قرار الحكومة. الان اللي تظهر عليه اعراض 10 ايام واللي ما تظهر عليه اعراض 7 ايام، هذا اول. الامر الثاني ايضا مهتمين بتطبيق امر الدفاع 35، انه يجب على كل من تجاوز عمره 18 سنة انه لا يدخل اي مؤسسة حكومية الا وقد تلقى جرعتي اللقاح. يعني أبشرك والحمد لله أنه نسبة المعلمين في القطاع الخاص اللي أخذوا الجرعتين يعني 100% يعني جميعهم، وفي القطاع الحكومي تقريبا 97%، يعني 96.6%، وهي نسبة صحيح ممتازة جدا، نأمل أنه تصل إلى أيضا 100%.
الأمر الثاني كما تفضلت أنه في بعض الأنشطة التي تتعلق بالطابور الصباحي، يعني كان في الفصل الدراسي الأول نفذ الطابور الصباحي 50% من الطلبة، الآن يكفي شعبة واحدة أو صف واحد لتنفيذ الطابور الصباحي. أيضا تعليمات على المقصف المدرسي ونوعية الأطعمة التي تباع للطلبة، يجب أن تراعي البروتوكول الصحي وأنها يعني تكون محفوظة ومغلفة بشكل جيد. هاي يعني أبرز الملامح التطوير على البروتوكول الصحي للفصل الدراسي الثاني. أيضا يعني نبقى نعمل على توفير الكمامات والمعقمات والتباعد الجسدي وما إلى ذلك، كل ما من شأنه أن يؤدي إلى توفير بيئة صحية آمنة. إحنا في وزارة التربية والتعليم الصحيح دائما على تنسيق مستمر مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من أجل الحفاظ على صحة كوادرنا الإدارية والتدريسية والطلابية. يمكن من أكثر الأسئلة التي تؤرق الأهالي، هل سيكون في عودة للتعليم عن بعد أم سيكون التعليم وجاهي وما في خيار غير هيك؟ سيدتي، التعليم إن شاء الله وجاهي، لأنه نؤمن أن التعليم الوجاهي هو الأساس وهو الخيار الاستراتيجي، وإحنا أصلا تأجيل الدوام هو للمحافظة على التعليم الوجاهي. يعني تصوري اليوم الإحصائيات 23% نسبة الفحوصات الإيجابية وأكثر من 11,000 إصابة، تصوري لو بدأنا العام الدراسي بهذه النسب، يعني أكيد أنه عدد المدارس التي تصل إلى نسبة 10% اللي هي النسبة المخولة لتحويل المدرسة للتعلم عن بعد يعني سوف تزداد. وبالتالي إذا زادت عدد المدارس التي تتحول إلى التعلم عن بعد، يعني هذا الخيار إحنا ما بدنا إياه. فلذلك هذا التأجيل هو يصب في مصلحة إنه إحنا توجهاتنا هي للتعليم الوجاهي، فإن شاء الله إنه التعليم الوجاهي هو القائم وهو المستمر. التعليم الوجاهي ينمي شخصية الطالب من جميع الجهات المهارية العقلية النفسية العاطفية، وليست المدرسة دائما أقول هي لتقديم المعرفة فقط، وإنما هي لبناء شخصية تكاملية للطالب، وهذا لا يتأتى إلا من خلال التعليم الوجاهي. صحيح 100%. اليوم 24/1 بصادف اليوم العالمي للتعليم، ما هي رسالة الوزارة في هذا اليوم؟ يعني سيدتي، احنا التعليم عنصر مهم من عناصر تطور اي مجتمع. يعني القرآن والحث على التعليم، وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، واول آية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. وبالتالي احنا في بلدنا الاردن محظوظين بقيادة هاشمية راعية لعملية التعليم، وتعتبر أن عملية التعليم هي أولوية من أولويات العمل للنهوض بأي مجتمع. وبالتالي إحنا الحمد لله يعني في وزارة التربية والتعليم دائما نلتقط الرسائل الهاشمية الغالية على قلوبنا في إيلاء التعليم الأهمية الكبرى. إحنا الحمد لله يعني الآن عندنا أكثر من 7500 مدرسة ما بين قطاع حكومي وخاص، عندنا أكثر من 2,177,000 طالب، عندنا أكثر من 82,000 شعبة صفية. الحمد لله عناصر العملية التعليمية اللي هي المعلم والطالب والمنهاج والبيئة الصفية دائما ما نهتم فيها. يعني الطالب احنا الآن يهمنا منه اللي هو اكسابه ثلاثة أشياء، بدنا نكسبه معارف، بدنا نكسبه مهارات، بدنا أيضا نكسبه قيم واتجاهات إيجابية نحو العمل ونحو الحياة. دائما نزودهم بمهارات اللازمة للقرن 21 اللي هي حل المشكلات والتفكير الناقد والقدرة على اتخاذ القرار. يعني الآن شوفي لما نحكي عن التعليم في زمن الثمانينات والتسعينات والتعليم في الآن يختلف من حيث أنه لكل مرحلة طبيعتها الخاصة فيها. يعني إحنا الآن حفظ المعلومة بالنسبة لنا ليس هو الأساس، لأن المعلومة متوفرة في كل مكان، متوفرة في النت، متوفرة على جهاز الهاتف، وبالتالي ما يهمني أنا هو كيف يوظف الطالب هذه المعرفة لإنتاج معرفة جديدة. وبالتالي هذا ما يسمى الذكاء، تعريف الذكاء، القدرة على إنتاج عمل له قيمة ضمن بيئة ثقافية معينة. وبالتالي العملية التعليمية هي عملية تشاركية تكاملية، جميع الأطراف لها دور في الوصول بالتعليم إلى أعلى المستويات. يعني دائما إحنا نشكر وسائل الإعلام اللي هي صحيح شريك أساسي في توعية المواطنين بكل ما يخص العملية التعليمية. الهمة إن شاء الله عالية، ودائما ننظر إلى الحياة بتفاؤل.
يعني تعليمنا الحمد لله ممتاز، وأمورنا الحمد لله طيبة بهمة الطيبين أمثالكم إن شاء أكيد الله. طبعا، جهودكم مشكورة. شكرا لك الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المسعفي، أهلا وسهلا. شكرا سيدتي، يا هلا. برنامج مروحين مع يارا جبان.